الاستضافات ما هي الا استضافه الملك والملوك الى دعوه. وما الذي يوجب المغفره؟ اقول يوجب المغفره كونك مجرد انك وصلت هنا يبقى مغفره. خرجت من عندك لعندك وتركت عندك كل ذنوبك وكل عيوبك وكل تبعاتك وتحمل قوة عنك، فمدعو للمغفره. انت على موعد مع العفو، انت على موعد مع النور، انت على موعد مع تجلي، انت على موعد مع ساعة يتجلى فيها الله على عباده وينادي اشرف خلائقه يقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت. الله الله الله. انت على معاد مع العفو، انت على معاد مع الله، انت على معاد مع البراءة، انت على معاد مع الاجابة. خير الدعاء دعاء يوم. انت بس انسان ده لبيك بتاعتك يا عم، ده انت لبيك بتاعتك دي ليها الف لبيك بتواجه. ان طلبت الرزق هو على ربك هين، ان طلبت لك عين هو على ربك هين. شوف طلبات الدنيا، الكوكب ده كله اللي تعبكم غلبكم خليل ما بتنامش الليل. اقل من جناح بعوضه. لما الملوك يدوا ما يدوش كده، الملوك لما يدوا على قدرهم. فلذلك يقول ايه؟ العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. رجعك يوم معناه ان اللي فاتنا واللي جاي هنعاملك على انك صغير لسه. يعني هنعاملك على اللي دايما نحن عليه نحسن اليه ولا نزل له عملا. نعاملك على انك صغير، على انك دايما، على انك نظيف، على انك كويس. عندنا مثلا واحد سرق مثلا، سجلت عنده قضيه، لما نروح يعمل حاجه اي مشكله يقول ولا تعمل ايه؟ عنده مشكله بتستنى. لكن ربنا بقى يعمل ايه؟ مسح اللي فات وينسيه للملائكه. الكرام الكاتبين ما يلقوش في الصف، يمسح ذاكرتهم من نايم، فيتعاملوا معاك على ان انت ايه؟ على انك حاج بس، وينسوا اللي فات. والملائكه لما تتعامل معاك على انك حاج يحترموك ويصلوا عليك ويستغفرونك ده ينفع. ويقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: وما سئل صلى الله عليه وسلم على شيء قدم ولا على شيء اخر الا قال افعل ولا ايه ولا حرج. اذا الحكايه دي الحكايه يا اخوانا تحتاج مني الى الوسوسه، الى اني انا الاضطراب ان اقول لا 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 لا. افهم كويس قوي، مجرد ما حطيت الاحرام على جسمك كتبت في ورد المغفور له، كتبت في ورد العتق من النار، كتبت في وقت المغفرة، في وقت العلم، في وقت الإجابة، في وقت الكرامة، في وقت المعية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله الناس، فجاء رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقالوا: يا رسول الله جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أجبتكما من غير سؤال، وإن شئتما سألتما. فقالوا: يا رسول الله بل أجب. فقال صلى الله عليه وسلم بمعجزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: شئتما تسألاني عن خروجك من بيتك وأنت تأم البيت الحرام؟ أنتوا جايين عايزين تعرفوا لما خرجنا من بيوتنا ورحنا نطوف بالكعبة، الحكاية دي ثوابها ايه عند ربنا؟ سيدنا النبي هيجاوب، بس لسه ما جاوبش، بيسال تاني: وجئتما تسالاني عن ركعتان بعد الطواف وما لك فيهما، وجئتما تسالاني عن طوافك بين الصفا والمروه، وسمى السعي طواف، وجئتما تسالاني عن رمي الجمار، وجئتما تسالاني عن طواف الافاضه، وجئتما تسألاني عن وقوفك بعرفة. كم سؤال سهل. هذا ما أعددت أنت لحد ما جيت عندنا، ما الذي أعددناه لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأما عن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، فما أن ترفع دابتك حافرها أو تضعه إلا ولك به حسنة أو تحط به عنك خطيئة. وأما عن صلاتك الركعة بعد الطواف فإن لا
لك بهما كعتق رقبة من ولد إسماعيل. وأما عن طوافك بين الصفا والمروة فإن لك به عتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. وأما عن طوفك بعرفة فإن الله يبايي بكم الملائكة ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت. وأما عن رميك الجمار فإن لك بكل حصات رميتها أن تكفر عنك خطيئة مما يوجب عذابا. وأما عن طوافك الإفاضة فإنك طرف ولا عليك. يبقى ربنا جعل لنا 6 حاجات المشوار اللي جينا فيه ده. ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا فيه بتعرفات خروجك من البيت لحد ما تطوف بالبيت الحرام لحد ما تقابل البيت الحرام كل خطوه خطيتها غفر الذنب وحطت لك بداله حسن. واما صلاتك الركعتين يعدل عتق رقب. واما السعي يعدل 70 رقب عتق 70 رقب. واما رميك الجمار فبكل حصى تكفر كبيرة من الكبائر اللي بتوجب عذاب النار. هذا ما أعده الله لي لهذه الرحلة المباركة يا عباد الله. دخل سيدنا عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابسط يدك أبايعك يا رسول الله، اديني إيدك علشان أدخل الإسلام وبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم له يده فقبض يده عمرو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا عمرو؟ قلت ابسط ايدك عشان نبايعك مدينا لك ايدين، بترفع ايدك ليه؟ فقال يا رسول الله بايعني على ان اشترط. قال على ما تشترط؟ قال على ان يغفر لي ذنبي. قال يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الجهاد يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله. يعني ايه يهدم ما قبله؟ يعني خلي اللي فات مات. يعني الإسلام في صوره الجميلة دي كلها يهدم ما قبله. ما قدرتش تحيط بكل جوانب الإسلام. الجهاد في سبيل الله بمفهومه الوسط يهدم ما قبله، لا قدرنا على هذا ولا ذاك. قال والحج يهدم ما قبله. إذن فالحج ما قالش يغفر ما قبله. خلوا بالكم يا سادة من اختيارات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الوعود والبشريات الجميلة. ما قال الإسلام يغفر ما قبله أو الإسلام يمحو ما قبله، قال إيه؟ يهدم ما قبله، ليدلل على غلبة الفاعل على الفعل، على أن الله سبحانه وتعالى مش بس بيغفر، ده بيهد الجبال اللي أنت عاملها دي كلها بالمغفرة.